حبيبنا ابن اللزم، هذا اسمه تشابلي كباب. دايما كنت باكله في مطعم كنت مفكره افغاني، تعرفت عليهم طلع باكستاني، بس هما شمال الباكستان جنوب افغانستان ميكس يعني. المهم الوصفه سهله جدا جدا، وإشي غريب يعني، كباب مقلي وعليه كزبره، يعني الكزبره الفلافل بس. فالإشي بالنسبه لي كان غريب بس طيب. بكل بساطه بجيب لحمه مفرومه بقره مش ضاني، وبدي دهن ابيض 20-30%. يعني لو قلنا الكميه كلها 1 كيلو بيكون اللحمه 700-800 جرام، والدهن 200-300 قد ما بدكم. كل ما كثرنا دهن كل ما كان اطيب. وهلقيت التوابل كالاتي: بدي ملح، فلفل اسود، وبدي كزبره يعني زي ملعقه كبيره، وبدي كمون نص ملعقه كبيره، وبدي شويه شطه فليكس، ممكن تستغنوا عنها بس طيبه جدا. وهلقيت بدنا نخلط، بس لا خلينا نحط كل شيء مع بعض. بنجيب لوحه تقطيع، حبه بندوره وحبه بصل. البصل في الكباب عادي، بس بندوره جديده هذه. وبدي اقطع فوق البصله حزمه كوريندر خضراء، كزبره خضراء، وبعطيهم كمان فرمه ناعمه. وهلقيت بنضيفهم على الخليط، وهلقيت بنخلطهم منيح كتير. يا سلام على الريحة، يا سلام. كنت أشعر بالسعادة بس إني أفوت المحل وأشم الريحة، خلص أنبسط. وحكيت لهم عنكم في المطعم فصاروا حبايبنا اللزم. بدي هنا بيضة، وفي ناس بضيفوا طحين، ملعقة طحين، وبكمل عجن. حلو الشغل في اللحمة زي هيك، يا سلام يا سلام. بحب ألعب في اللحمة زي هيك أنا. بس وبغطيها ترتاح في الثلاجة ساعة أو نص ساعة، أو عابل ما نعمل الصوص اللي بدنا نغمس فيه للي بيحب كاتشب مع اي نوع شطه، ولكن يفضل اشي فيه حلاوه. رشه ملح، شويه نعناع يابس، ممكن احط عليه نقطه خل، عندي خل عنب. وهلقيت بنجيبهم من الثلاجه وبدنا نشكلهم نقليهم على زيت حامي. وبالمناسبه قبل شوي حضرت خبز النان اللذيذ، لانه الكباب هذا اطيب اشي معنا. ممكن اي خبز عندكم، ولكن اللي بيقدر يعمله واللي بيحب، الطريقه سهله جدا: طحين، ملح، سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر، 3 ملاعق زبادي، ملعقتين زيت، بخلطهم، بضيف مية دافية، بخلطهم، بخليه يرتاح ساعة ساعتين. وبعدين بكل بساطة باخذ قطعة بكورها برقها. وبعدين هنا أهم إشي، لازم السطح يكون حامي بالفرن أو على المقلاية على فكرة، أو أي صينية عندكم على النار. بعد ما أرقه برش رشة مية عليه عشان يلزق منيح في المكان اللي بده أحطه، وهيك بيطلع 100%. شايفين ما أحلى، ولا في أطيب من هيك. وبس يطلع بشوية زبدة زي هيك بمسحها، بيعطيني سطح لامع إذا بتحبوا المنظر يكون حلو، وبرضه في شوية زكاوة مع الزبدة. ممكن تاخذوا الزبدة لمستوى ثالث وتفرموا شوية توم مع كزبرة خضراء مع الزبدة، يا سلام، وتدهنوا فيها. هيك بيتاكل لحاله بدون إشي، ولا كباب ولا حاجة. بجيب ورقة الزبدة زي هيك، باخذ القطعة بحطها في النص زي هيك، وبفردها أو بضغط عليها بورقة ثانية. يعني الشغل المنزلي بيختلف عن شغل المطعم، في المطعم بيكون هذه كبيرة وبيعمل بإيده، إشي سهل. شايفين كيف؟ وباخذ اللي فوق هيك صار جاهز، وتعالوا معي عند الزيت. وبعدين بننزله يا إما بالورقة زي ما هو هيك، يا إما بنقلبه بس عشان السلامة هيك أحسن. وبعدين بنشيل الورقة. بعد دقيقة بشيل الورقة زي هيك حركة خاطفة هيك، بسحبها. يا سلام، ولا في أسهل من هيك. وإذا بدي بقلبه، يعني ما بياخدش أكثر من 5 دقايق إذا الزيت حامي منيح. وهذا أول واحد بدي أخليه عندكم وأرجع أقلي الباقي. وحد يأكل منه، ها. يا بيي، شوف هالمنظر، فيه راحة نفسية. يا سلام. بيي، وبنقول ايش؟ بنقول بسم الله. هيك بتاكل هذا، نفس اللي اكلته في المطعم بالملي. بالملي نيجي هيك، هيك بناكل المطعم، بنغمس فيه شوي من هذا الصوص. صدقوني انا بعتز كثير بوصفة الكباب تبعتي اللي عملتها فيديو قبل هيك، بس هذا غير لي رأيي تماما عن الكباب. يا الله، تعملوش بدون صوص الكاتشب، تعملوش الكباب اذا مش عاملينه. الطريقة الصح للأكل: بجيب خبزة وبجل الكباب هيك، وبكسر منه شوية، وبروح للكاتشب بغطها شوية صغيرة زي هيك،
حبايبنا لازم انطلقوا جربوه يلا وظلت كيفه.